كلامنا لسه مستمر او حديثنا لسه مستمر مع الاستاذ كريم سعيد، وكنا بنتناقش قبل الفاصل على كوبا امريكا وهذا الملف وهذه البطوله الضخمه طبعا. وخلينا كده نبدا كده يعني بعد التوقعات الأسوأ والافضل بعد اللي سمعناه ده خلاص مفيش كلام يتقال، نروح بقى للبطل على الترتيب الرباعي لو هنتكلم من البرازيل اوروجواي الارجنتين وكولومبيا. والله شوفي اتمنى والله انا عندي الفاينل فاينل برازيل ارجنتين هيبقى جميل، مهم بس ما يعوش في طريق بعض في الادوار يعني قبل الفاينل. اعتقد البطوله طبعا تاني وقيمه في ظروف صعبه جدا، واحنا لغايه ليله ماتش الافتتاح كان في احتمال ان البطوله تتلغي لان في لعيبه كتيره كانوا رافضين ان هم يلعبوا البطوله، حتى لعيبه البرازيل نفسهم، لكن هم في الاخر قالوا طالما دولتنا هي اللي استضافت فما نقدرش غير ان احنا يعني نلبي نداء عالم الوطن يعني، وخدوا الموضوع للجزء الوطني. خصوصا الارجنتين كانت رفضت او يعني تم سحب الملف من عندها يعني. هو حتى اعتقد كان في دعوتين لاستراليا وقطر ان هم طبعا بيحبوا يدعوا منتخبات من خارج القاره عشان يكملوهم ل 12، بس استراليا وقطر اعتذروا عن المشاركه بسبب ظروف كورونا، وبالتالي تم الاكتفاء ب 10 منتخبات بس في البطوله، وبالتالي هي بطوله بتقام في ظروف استثنائيه. في وجهه نظري بقى اللي يحلي البطوله دي ان ماتش الفاينل او السيمي فاينل يبقى مواجهه ما بين البرازيل والارجنتين، بس اتمنى على المستوى الشخصي ان البرازيل والارجنتين في المجموعات يتصدروا عشان يبعدوا عن طريق بعض لغايه ماتش الفاينل. اوكي البرازيل برضو لغايه دلوقتي عامله شغل حلو طبعا، ولعبت ماتشين يعني اخر ماتشين يعني مع البيرو وكان فوز برباعيه، وقبل منها كان بيلعبوا فنزويلا تقريبا وكان الفوز برضو بثلاثيه. فالى اي درجه انت شايف ان البرازيل محافظه على ثقل اسمها عبر التاريخ؟ طبعا يعني المنتخب البرازيلي في الكوبا امريكا يعني السكواد بتاعه برضو قوي جدا يعني، وجود نيمار مدي الفرقه يعني بعد بعيد قوي عن بقيه المنتخبات يعني. حتى اوروجواي في ظل وجود برضو لعيبه مميزه، ولكن شفناهم قدام الارجنتين لعبوا مباراه كويسه، لكن برضو الفريق ما قدرش ان هو يواجه ميسي، رغم ان ميسي طبعا بنتكلم ان هو بيلعب اي مباراه ما فيش دور دفاعي خالص، ميسي ما بيرجعش يعني. حتى اللي شاف اخر 10 ماتشات لبرشلونه في الدوري لما بدا يرجع للمنافسه ميسي فعلا خلاص صفر في الشق الدفاعي، لكن بيهاجم بس. فمنتخب اوروجواي ما قدرش ان هو حتى يستغل النقطه بتاعت ان ميسي ما بيرجعش للدفاع، والارجنتين كانت 1-0. فانا في وجهه نظري البطوله بظروفها حتى يعني ما فيش منتخبات ممكن نقول ان هي ممكن يعني كولومبيا اوكي منتخب جيد وعنده بعض اللعيبه كويسين، لكن انا في وجهه نظري البرازيل احتق طبعا. هو بالمناسبه ليه ده حاصل؟ يعني كولومبيا برضو طول عمرها فرقه قويه، الارجنتين مش محتاجين نتكلم عن قوتها عبر التاريخ، ليه الجيل الحالي من معظم المنتخبات دي لا يقارن باي حال من الاحوال بالاجيال السابقه ما عدا البرازيل؟ ايوه والله بص يا كريم، طبعا هي بتبقى راجعه لبعض الحظ في الاسماء الموجوده في الجيل. يعني انت بتتكلم النهارده مثلا منتخب مصر مثلا، نيجي نقول منتخب مصر جه في ايام كابتن حسن شحاته تواجد ابو تريكه وحسني عبد رب وعماد النحاس وعماد متعب ومحمد بركات ومش عارف المجموعه دي كلها جيل، هو حظك الجيل ده جه كده. الجيل اللي وراه ربما تبقى انت اي مدير فني يتمنى بس يقول لك انا نفسي في اثنين بس. أيوة من السبعه دول. برضه ساعات حتى المجتمع نفسه تلاقي مثلا ايه في الغنى السيده ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، الناس دي كلها طالعه في وقت واحد، يجي بعديها فاهم جيل مختلف وهكذا. فهي الفكره ساعات بيبقى برضه في الكوره انت الجيل اللي معاك في اسماء كويسه ولا اسماء مش كويسه، اتطورت ولا اتطورتش، فدي امور بتبقى لحد ما انا بشوفها قدريه يعني. قدر طبعا فيها نسبه كبيره طبعا من الحظ ومن القدر، لان انت المدير الفني المنتخب لا يصنع منتخب، هو بيختار يعني، ده مش مسؤوليتي انا، باجي بشوف القماشه اللي عند الانديه وببدا اختار منها، لكن انا ما اقدرش اصنع لعيب من نفسي اللي انا مش مدربهم في النادي.